حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن بحينه رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم